حرصا منا على راحة المواطن ورفاهيته، استنتجنا من جينات أبي سعد الموظف المثالي في بلدية عتيقة هذا الرجل الخارق بعد تطوير قوته الإدراكية، وذلك عن طريق حقنه بإبرة الأثرولوكوجينيات المهم إن الرجال كويس وبيصير سوبرمان الحكومي اللي بيحل كل مشاكلكم. زين كله هلا في الحلو يا عسل من اللي ذاقك اه بختك يا عسل انت بغي واحد يكون دمه بارد يا البنز يا الوحش انت العسل يا القشطه يا القمر يا الزين يا الحلا ايش رايك في جواب جوالي انت مريض نفسي ولا مريض عقلي عشان اعرف بس اتكلم معاك كلها مرتبطين ببعض كلها انت ما عندك خوات ما تخاف ربك؟ لا 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 حبيبتي ما عندي عشان كذا حبيتك عندي فراغ عاطفي. ما شاء الله. طيب شجعني؟ جعلني اشوفها بزوجتك يا رب. حبي ايش دعوة يا قلب؟ حبك القرار اصلا شو ليه زعلان اقول لك كلمتين رومانسية انت اول ما مريت لي حط عطرك عرست عليك. انت واحد قليل ادب. انا مو شيء متربي. مو شيء جديد سجلوني جوالك. ليش انت مجنون؟ انا مخافة بعد سجلوني جوالك. ترى ايش اسوي فيك الحين انا؟ شو تسوي؟ والله العظيم حسوي فيك شيء. ما نعمل قبل كذا احلى ما فيك عصبيتك هي اللي خلتني اطلع والله ما شفتني راح يجيك ايش حيسوي فيك مين سوبرمان انت ويا في عيوني الثنتين يا رجال خلص اجت سيحي لي قدام الله قلبي سوبرمان يا سوبرمان وينك يا سوبرمان يا اختي سجل انت بغي واحد يكون دمه بارد ساكت في مجامد دويش لحول ولا قوة إلا بالله اللي غزلون هذول ما ماتوا ليه هالحين غزلون أنا أوريك فيها قلبي سلفي أنا وياك مع بعض وين اللي غزل الحريم وين اللي غزل الحريم سوبرمان سوبرمان هذا اللي قاعد يغزلني هذا 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 اللي قاعد يغزلني هذا إيه هذا انت اللي قاعد تغازل ومبهدل حريم العالم ومدوخ بنات الناس بالمجمعات الله يسلم خشمك انت وش دخل وجهك الحين للناس هم من بقايا هلك انت بتهلك اليوم تسمع ولا لا سوبرمان سوبرمان شفت هذا هذا من الصبح هو يدوجج وراي ما خلى مكاني لو لحقني فيه من الكافيهات من المولات ايش اسوي صرف لي معه من الصبح من الصبح إلين العصر يعني مترو دبي انتي اكيد بيخاسرك بعدين لبسك هذا وش اللبس هذا ما تستحين انتي ايش فيها عباتي ايش فيها وش اللي لبسه عبايه هذه تمشين فيها بالسوق حلوه صح اي حلوه اكيد حلوه اكيد حلوه اكيد بيغازلك اكيد يبي يتبعك هو عينه زايغه لا هو مع احد مجنون؟ أنا جايبتك معاي ولا معاه؟ لا أوقف موقف طولي معاي ولا معاه؟ أنتي الخطأ راكبك من راسك إلى أساسك تدري شيء؟ روح البيت يلا تدري شيء؟ شرها مو بعليك شرها علي أنا اللي قاعدة أنادي من الصبح سوبرمان سوبرمان مالت عليك وعليك تعال 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 سلم سوبرمان هلا هلا انت ما عندك حس ولا عندك ذوق ولا عندك اي قابليه يعني انت عيونك وين انت ليش التجريح ذا ايش صار وش صار التجريح هذا استحل وجهك يا اخي ما لقيت الا هالشيفه هذه الله يسلمك وينك ما في الا المكشى عاد وش اسوي انا اليوم السوق ناشف ما في احد بالله عليك مره اسالني شنو
هلا بالبرميل النفط.